النهارده عرض جديد وطازه من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر على الديل الليتيتيود ال 5580. الديل الليتيتيود 5580 اجهزه استيراد فرز اول 15 و6. المواصفات بتاعتها الكور اي 7 الجيل السابع 7820 اتش كيو برمات 16 جيجا دي رام 4 هارد بيبقى 256 اس اس دي. الجهاز بيبقى فيه كارتين شاشه كارت شاشه انتل وكارت شاشه انفيديا 2 جيجا بيعلى مع الرامات. طبعا شاشه 15 و6 وفول كيبورد اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو وعرض حصري من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر والفتره محدوده 15000 جنيه سعر في الجونه يا جماعه مش هتلاقوه عند حد تاني. اجهزه استيراد فرز اول فرز اول. العرض الثاني معانا من شركه شمس على الدلي البريزيشن ال 7500 وال 3520. ال 3520 اجهزه برضه استيراد فرز اول فرز اول بحاله الزيرو يا جماعه. المواصفات بتاعتها الكور اي 7 برضه الجيل السابع ال 7820 اتش كيو برامات 16 جيجا هارد 256 اس اس دي كارتين فيجا كارت فيجا انتل وكارت فيجا انفيديا 2 جيجا شاشه 15 و6 وفول كيبورد فينجر برنت. اجهزه برضه استيراد فرز اول بحاله الزيرو. والسعر بتاع الجهاز البريزيشن 16500 الفتره محدوده. العروض كتير مواصفاتنا كتير مكاننا في حدائق حلوان 6 شارع حموي بجوار محطه مترو حدائق حلوان. السلام عليكم.